السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطريقة كيفاش تاخدوا القياس أو المقص. بسم الله، غنتوكلوا على الله. أول حاجة كنعبروا الكتاف من العظم للعظم، كنديرو مثلا هنايا مثلا كنديرو 40 سنتيم. 40 سنتيم اللي كنقسموها على جوج كتعطينا 20. 40 سنتيم في الكتف ملي كنقسموها على جوج كتعطينا 20 سنتيم. ديما الكتاف تعبرهم بحال هاد الطريقة، هكا درنا فيهم 40 مقسوم على جوج هي كتعطينا 20 سنتيم. 40 سنتيم كنقسمو على جوج كتعطينا 40. تاني حاجة كنعبرو خصك، هذا هو القياس اللي خصك دير ملي تبغي تعبر الطول ديال الانسان. خصك تحط السنتيم على الصدر. دابا غنجيو لدورة الصدر. دورة الصدر غتكون بهاد الطريقة، هكا فيها مترو. دابا هاد دورة الصدر هادي فيها مترو، ملي غادي نقسموها على 4 غتعطينا 25 سنتيم. مترو كنقسموه على 4 كيعطينا 25 سنتيم. حنا كنديرو 26 سنتيم، علاش ديك سنتيم زايد ديال الخياطة؟ غنجيو دابا غنجيو دابا دورة الخصر. دورة الخصر عاوتاني كنعبروها كتعطينا 92 سنتيم. 92 سنتيم اللي كنقسموها على 4 كتعطينا 23 سنتيم، ودائما زائد سنتيم ديال الخياطة. دابا غنجيو للدورة، دورة الأرضف. الأرضف عطاتنا 108 سنتيم. ملي غنقسموها على 4 غتعطينا 27 سنتيم، زائد سنتيم ديال الخياطة. الطول على حسب الزبون ولا حسب الكليان ديالكم. الطول كدير القياس اللي بغيتي بعد الطريقة هذه، كتعبر كتحط سنتيم على الصدر، وتا كذلك تلكم كتعبر على القياس ديال هذا التركيز. التركيز كيعطينا 25 سنتيم، 25 26 سنتيم. والطول ديالكم كدير القياس اللي احتاجيتين حسب الزبون ولا الكليان. من بعد ما دوزنا من القياس المقاصات، دابا غنجيو غنرسمو باترول اللي شادين عليه القياس. اول حاجة كنكتبو 8 سنتيم. دابا حنا عبرنا 8 سنتيم. دابا هادو الكتاف عبرنا فيهم 40 سنتيم. ملي كتعبر 40 سنتيم كتهبط واحد 2 سنتيم ديال الكتف، حيت الكتف ديال الانسان هو ماشي ديال مانكا. هذه الدورة ديال الدار. غنجيو للتركيز اللي درنا 25 سنتيم، دير 26 سنتيم. غنديرو كنطراسيوها بحال الطريقة هكا،
مراكز ديالنا. هذا هو التركيز ديالنا. ملي غنجيو لهنا كنعبرو 24 سنتيم، الدورات الخصرة نرسمو فيها 24 سنتيم، 23 سنتيم، دايما سنتيم ديال الخياطة. هنا درنا 23 وخلينا سنتيم ديال الزيادة. دابا نرسموها بهاد الطريقة هكا. احنا رسمنا هاد 4 الخصر، هنا عاوتاني كنتراسيو عشرة 6 سنتيم زايد على هاديك الدورة باش يجينا الجنب شوية داخل. هنا درنا 25، هنا غادي نديرو 27، 27 زائد سنتيم ديال الخياطة. نرسمو هكا بهاد الطريقة. هاديك دورة الأرطف اللي درنا فيها 27، ونرسموها هكا غتجي شوية مزيفة. الرسم الأول اللي جاي على الصدر 25 سنتيم، هنا غادي نعبرو في الكل 12 سنتيم. غنتراسيوها بهاد الطريقة هكا. هادي طريقة كيفاش ترسمو الباترون. غنقسمو على جوج، 12 سنتيم غتعطينا 6 سنتيم. غندير واحد العلامة وغنخرجو ليها واحد سنتيم، وغطرسيها تاني هكا باش يجي الكل شوية، يجي الكل داير مزيان. دابا ملي سالينا الرسم هذا الكتف، انا غنكتب عليها الكتف. هذا الصدر، هذه دورة الخصر، وهنا دورة الأرضف. أرضف هذه نكتب عليها الأمام، ملي نساليو هاد الطريقة هكا غادي نقطعوها بالمقص ويعطينا الباترون اللي رسمنا اللي شدينا عليه القياس في المانكا، هي اللي غنخرجو هنا. نكملوها بالتقطيع ديالنا باش تساعدنا. دابا هي قطعناها، غنجيو نضربو ديك الضربة ديال الكتاب هكا، وغندخلو في هاد الدورة ديال الظهر، الرقبة ديال الظهر. دابا الباترون ديالنا هو اللي شدينا عليه القياس، هو اللي رسمناه، ها هو كي جا عطانا هنا. هنا
غندير له هاد العلامة هكا باش يبان لنا الدار. هذا غنكتب عليه هنا الخلف يعني الدار، وهاد التركيز هذا كتدخل فيه واحد سنتيم ما كاملش. علاش كنقصو بحال في الدورة ديال القدام باش ملي كتفصل جلابة ولا القفطان ما تجيكش محل مشى من الجهة ديال التركيز. الباطون ديالنا ورسمناه، ونتمنى الفيديو يعجبكم، وتحياتي للمغاربة كلهم داخل المغرب وخارج المغرب، وتحياتي للجالية المغربية المقيمة والدول العربية كلهم، تحياتي لكم جميعا، ونتمنى الفيديو يعجبكم، واللي باقي ما اشترك يدير ابوني وفعل الجرس ودير لايك باش يوصل الجديد ان شاء الله. السلام عليكم.